تحية رياضية لكل المواقع الحاضرة، الحضور ديال هذه المواقع الصحافية الوازنة بالملعب الجماعي بمدينة زيو، نعتبره نحن في أسود زيو دعم معنوي بامتياز. قبل ما نقول شي كلمة فؤاد، نبغي من الوليدات ديال أسود زيو والمدرسة ديال زيو والعمل اللي كيكون به عز الدين وطالب المركب المكافح، اعتقد بانه يستحق كل هذا الدعم ديال المواقع الالكترونيه الصحافه المحليه بمدينه زيو، واحد التصفيقه حاره عليهم كاملين. تصفقوا على هذه المواقع. نزيدوا نشكروا عليهم بزاف، لان المواقع الرمزيه ديال وسط زيو هي الشعبيه اللي عندها في الوسط العربي داخل مدينه زيو وخارج مدينه زيو بطبيعه الحال على المستوى الاقليمي والجهوي، دائما اسود زيو حاضر. كنشكر سي فؤاد اللي طيله هذه المرحله ديال الذهاب، هو كيتنقل مع فريق ديال اسود زيو على مختلف الفئات العمريه، خمسه ديال الفئات وكيتنقلوا خمسه ديال الفئات وما عمره خلط بهم. شكر موصول لسي سعيد التومي رئيس المجلس القروي مدينه زيو، كذلك سي عمر فتحي رئيس الجمعيه، الشكر موصول كذلك للمجلس الجماعي بمدينه زيو على اساس ان كاين واحد المجموعه ديال الوعود ان شاء الله في هذه المرحله ديال الايام اللي وعدونا باش غادي تكون ان شاء الله الامور ديال اسود زيو باش تكون هذه الاستمراريه. وبهذه المناسبه كنقول لاي مسؤول ديال مدينه زيو واي فاعل رياضي وكل واحد مهتم بالشان سواء الرياضي او الثقافي او الاجتماعي بمدينه زيو، هذا هو النواه ديال اسود زيو، هذا هو المستقبل ديال هذه المدينه، هذا هو المستقبل، هذا هو اللي غادي يكونوا غدا في هذه المدينه ديال زيو. احنا راه كنديروا الرياضه وعز الدين المكافح، يعني هذه هي الشمعه اللي كتضوي هذه المدينه. واحد التصفيقه اخرى على هذا الاطار ديالكم وكذلك الترجيح وكل الامور التقنيه ديال اسود زيو. كنتمنى ان شاء الله الله سبحانه وتعالى باش ما تفوتناش الفكره. اسال الله العظيم ونحن في الايام المباركه ان ينصر اخواننا في فلسطين. اسال الله العظيم ان ينصر اخواننا في غزه الجريحه. اسال الله العظيم ان ينصر اخواننا في غزه. وهذه الفرحه اللي كنشوفوها عند وليدات اسود زيو نطلبوا من الله سبحانه وتعالى اننا نشوفوها في قطاع غزة وفلسطين العربية وعاصمتها القدس الأبدية. تصفيقة حارة على فؤاد واللي غادي يسلم له هذه الجائزة التحضيرية عقابا في الجهود ديالو هو عز الدين وطالب طالب تحية وتحضير كل الناس كل الناس كل الناس اللي تشبع هذه الأعمال وطبيعتها تحياتي للموقع ديال زيو سيتي بوان نت، تحيه لكل جماهير مدينه زيو الاحرار والمناضلين داخل وخارج ارض الوطن. من طبيعه الحال اليوم كان عندنا واحد التكريم ديال واحد الاخ وصديق عزيز اللي هو فؤاد من طبيعه الحال السائق ديال الحافله اللي كنا كنتنقلوا بها، اللي الله تعالى يعني يسر الامر ديالو، عنده واحد السفر خارج ديال الاوروبيه بالضبط للدوله ديال اسبانيا اللي غادي يكون تما يبقى مقيم في ديك الدوله هذيك، وبالتالي درنا له واحد التكريم اسود زيو، درنا له واحد التكريم يعني في الملعب الجماعي بمدينه زيو، وكانت مناسبه ديال انتهاء مرحله الذهاب وتزامنت مع المرحله ديال الاياب، غادي نلعبوا دابا الروتور ان شاء الله، وكان كيتنقل معنا في كل المباريات ديالنا، وحتى المناشده يعني لكل الساكنه ديال مدينه زيو اننا في اسود زيو كل الناس اللي كيدعموا هذا الفريق هذا الا وفي كما تحت المناسبه كنحاولوا الله سبحانه وتعالى هو يجازيهم عنا خير الجزاء، لان هذا هو الهدف ديالنا، هو اسعاد هذه السكينه واسعاد كل الشباب ديال مدينه زيو وهذا الفضاء الرحب
بالملعب الجامعي بمدينة زيو هو لكل أبناء مدينة زيو بدون استثناء من طبيعة الحال في إطار التنظيم والتأثير. كنتمنى الهدف ديالنا يوصل والرسالة ديالنا توصل هو أننا كنمارسوا غير رياضة لا أقل ولا أكثر. وكنتمنى الخويا فؤاد رحلة موفقة إن شاء الله، نطلبهم الله سبحانه وتعالى يوفقوا وبهذه المناسبة هذه حضور جميع المواقع. كنتمنى نقول إن شاء الله التكريم ديال بهذه المناسبة، هذا التكريم هذا الرمزي اللي كيستحق كل التقدير وكل الشكر. وكما قلت لا يسعني إلا أن أسأل الله العظيم أن يوفقه لما يحبه ويرضاه، وأنا والمعاملة ديالو ما غاديش ننساوها وما غاديش ننساو أي واحد قدم الدعم لهذا الشباب هذو. وعندنا مرحلة ديال الرتور إن شاء الله اللي كنتمناو أنها تدوز في واحد السلاسة كما وعدونا من طبيعة الحال، واحد المجموعة ديال الوعود كنتمناو أن الله سبحانه وتعالى يوفيها. كنشكر طاقم زيو سيتي وكنشكر جميع الفئة اللي كاينه هنايا، بالنسبة منهم عز الدين المكافح وأخ نور الدين حجي، وكنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في المسيرة ديالهم.